بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 18 من مادة مبادئ القانون التجاري. كنا في المحاضرة الماضية قد انتهينا من شركة التوصية بالأسهم وذكرنا التفاصيل الهامة لهذه الشركة. في هذه الحلقة نتكلم عن شركة، هذه الشركة تعد حقيقة من أهم الشركات ومن أكثرها شيوعا وانتشارا في العالم، بل يستطيع المرء أن يقول بأن هذه الشركة هي أكثر الشركات وجودا وحضورا في العالم، في العالم الاقتصادي والتجاري على الإطلاق. فلا ينافس هذه الشركة أي شركة من الشركات. هذه الشركة هي الشركة ذائعة الصيت، الشركة ذات المسؤولية المحدودة. الشركة ذات المسؤولية المحدودة واضح من عنوانها المقصود بها، حيث عرفت المادة 157 من نظام الشركات السعودي هذه الشركة بقولها بأنها هي التي تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة، مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء عن 50 شريكا. هذه الشركة كما ذكرت لكم في المحاضرات الفارطة هي من الشركات المختلطة، وإنما سميت شركة مختلطة لأن فيها شوبا من شركات الأموال وفيها شبها من شركات الأشخاص، فهي تجمع بين هاتين الخصيصتين، تجمع بين بعض خصائص شركات الأموال وبعض خصائص شركات الأشخاص. فهذه الشركة تشبه شركات الأموال نظرا لأن عدد الشركاء فيها لا يجوز أن يتجاوزوا 50 شريكا. الخصيصة الثانية عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية كما هو الحال بالنسبة للأسهم في شركة المساهمة، كذلك منع الاتجار الاكتتاب العام وإمكان استرداد الشركاء الحصص، واتخاذ عنوان يتضمن اسم شريك أو أكثر في عنوان الشركة. وفيها شوب من شركات الأموال من حيث المسؤولية المحدودة لكل شريك بقدر حصته، بحيث لا تتجاوز هذه المسؤولية، لا تتعدى إلى أمواله الخاص، وعدم حل الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء أو إفلاس أو الحجر عليك قاعدة عامة ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ولأنه لا يجوز التنازل عن الحصص إلا بشروط معينة. طبعا هذه الشركة نظرا لأن المسؤولية الشركاء فيها محدودة بقدر حصصهم، هذا وضع خطير للغاية. ولذلك بعض القوانين في بعض الدول رفضت هذه الشركة، بل وقامت بإقصائها تماما من منظومتها القانونية كالقانون اللبناني، فهو لا يعترف بهذه الشركة نظرا لخطورة هذه الشركة. في ألمانيا مثلا وفي بعض دول أوروبا أقروا هذه الشركة، ولكن الناس والتجار ورجال الأعمال لا يتعاملون مع هذه الشركة إلا إذا قدمت الشركة ضمانا بنكيا، بمعنى دخلت بنك يضمن هذه الشركة، لأنه الشركاء مسؤوليتهم محدودة بقدر رأس المال. فغير بعيد أن تتعامل هذه الشركة بأكثر من رأس مالها أحيانا بالملايين ثم تخسر هذه الشركة، فالدائن هنا أين يذهب؟ ليس الشركة رأس مالها مثلا مليون ريال وترتب عليها 50 مليون، انتهت في هذه الحالة، وديونه هنا لا يستطيع أن يجد ملجأ يلجأ إليه لأخذ هذه الأموال. ولذلك كما ذكرت في ألمانيا وبعض دول أوروبا لابد من ضمانات بنكية للدخول في هذه الشركة، دخول الآخرين مع هذه الشركة لابد أن تقدم الشركة ضمانات بنكية، وبعض القوانين رفضتها تماما. المملكة العربية السعودية نهجت نهجا بهيجا في هذا الشأن. ماذا فعلت بعدما صدر هذا النظام عام 1306 وعام 1385؟ ثم طبعا تعرفون الأنظمة، الواقع والتطبيق هو الذي يبرز المشاكل وهو الذي يبين مدى صلاحية هذا النظام من عدمه. فحينما بدأ البعض، بعض التجار الذين أو بعض
رجال الأعمال الذين يعني يمارسون ممارسات غير جيدة فيما يتعلق بهذه الجزئية من نظام الشركات، ماذا فعلت المملكة؟ تعدلت هذه المسألة تعديلا كاملا، سأتطرق إليه بعد قليل. ولذلك نقول، أو يمكن أن نعنون لفقرة جديدة بأن نقول خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة. أولا طبعا من الخصائص هي المسؤولية المحدودة للشركاء، وقد عرفتم أو علمتم المقصود بذلك. لكن هذه الخصيصة الآن قد رحلت، قد زالت، قد انتهت حينما صدر في عام 1412 للهجرة صدر مرسوم ملكي برقم ميم تقسيم 22 بتاريخ 3/7/1412، حيث عدل المرسوم الملكي هذه المادة. وماذا قال؟ قال إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة 3/4 رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ بلوغ الخسارة، هذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها، ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحا إلا إذا صدر طبقا للمادة 173. ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة 164. وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم أو حلها، أصبح الشركاء مسؤولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة، وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها. هذا النظام طبعا، أو هذا المرسوم الملكي الذي عدل هذه المادة، الآن أصبحت الشركة في الواقع والشركاء في الواقع غير مسؤولين مسؤولية محدودة، بل مسؤولية مطلقة. طبعا 3/4 رأس المال بالمناسبة هذا صدر العام الماضي مرسوم ملكي وخفض هذا القدر وجعلها نصف رأس المال، وبالتالي إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال وجب على الشركاء بالإجراء، إما أن يقوموا بحل هذه الشركة أو يتفقوا على أنها على أنهم مسؤولين عن ديون الشركة مسؤولية مطلقة، مسؤولية تضامنية، وإذا لم يفعلوا هذا الإجراء فهم بالضرورة مسؤولين بالتضامن عن جميع ديون الشركة. ويجوز أيضا لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة، وبالتالي تسمية الشركة بعد هذا التعديل بالشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يتناسب ولا يتلائم مع هذا التعديل، لأن هذه الشركة في الواقع الآن بعد هذا التعديل أصبحت تماثل شركة التضامن. ولذلك حتى هذه التسمية يجب علينا حقيقة أن نبحث عن اسم جديد يتناسب مع هذا التعديل، ولا نحمل ولا يحمل عنوان الشركة اسم أو معنى المسؤولية المحدودة للشركة، لأنها في الواقع صارت غير محدودة، لأنه فيها بلغت إلا في حالة بلوغها نصف رأس المال، الخسائر نصف رأس المال، في هذه المرحلة نعم مسؤولية محدودة، لكن أنت هنا في هذه الحالة إذا بلغت الخسائر نصف رأس مال الشركة، الدائن والذي تعامل مع هذه الشركة هو مطمئن النفس مرتاح البال أن رأس مال الشركة سيفي بدينه، وإذا تجاوزت وإذا لم يفعلوا هذا الإجراء فهم مسؤولون بالضرورة عن ديون الشركة. هذا التعديل أو هذه الخصيصة الآن كما ذكرت لكم وهي مسؤولية محدودة رحلت وانتهت من منظومة القانون أو النظام التجاري أو نظام الشركات السعودي، وحسنا فعل النظام السعودي لأنه بهذا التعديل الحقيقة أضفى حماية كاملة وطمأنينة أكيدة لكل من يتعامل مع هذه الشركة. المادة 162 تنص على أنه لا تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة نهائية إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية والعينية على الشركاء وتم الوفاء الكامل بها، فمقتضى ذلك أن الشريك يكون قد اكتمل يعني قبل يعني يجب أن يكون قبل تأسيس الشركة قد أوفى بكل ما عليه من حصص في رأس مال الشركة.
وهذا أيضا من الضمانات الأخرى. والشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يكتسب وصف التاجر بمجرد انضمامه إليها إلا إذا حاز أو أخذ هذا اللقب من طريق آخر، لكن مجرد انضمام الشخص للشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يضفي عليه أو لا يسبغ عليه وصف التاجر. حقيقة طالما الأمر كذلك ينبغي على وزارة التجارة والصناعة، طالما أن هذه خصيصة من خصائص هذه الوزارة، أن تجيز أن يكون الموظفون شركاء في هذه الشركة، وليس ثمة ما يلزم أن يكون الرجل غير موظف حكومي إلا في الشركات التي تعطي الشريك وصف التاجر كشركات الأشخاص. أما هذه الشركات الآن ينجب حقيقة ينبغي وفق المنظومة القانونية النظامية للنظام السعودي أن تجيز للموظف العام أيا كان مدنيا أو عسكريا أن يكون شريكا في هذه الشركة. الخصيصة الثالثة تحديد عدد الشركاء. المادة 157 وضعت حدا أعلى لعدد الشركاء، طبعا الحد الأدنى معروف هو شريكين فأكثر. هذه الشركة وضعت حدا أعلى للشركاء بأنه لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء عن 50 شريكا، وعلى ذلك فإذا زاد عدد الشركاء عن هذا القدر 51-52 فإن الشركة لا تؤسس، بل تكون الشركة بهذه الزيادة شركة باطلة. طبعا 50 شريكا انا اشو يعني يرى الكثير من المتابعين للاعمال التجاريه والشركات بانه عدد معقول، لانه يعني كثير من الناس يؤسس هذه الشركه مع اولاده، يعني وجريان العاده الغالبه انه عدد الاولاد يعني هم متوسطهم 50 كحد اقصى، والا فالعاده والغالب هم من الخمسة عشر يعني من 15 ولد فاقل. الخصيصة الرابعة عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية. يقسم رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة، وهذه الحصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية، وذلك مراعاة للجانب الشخصي الموجود في هذه الشركة، لأن قلت لكم بأن فيها شعوبا من شركات الأشخاص وشركات الأموال، غير أن هذه الحصص ليست ممنوعة من التداول مطلقا، بل يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقا لشروط عقد الشركة. ومع ذلك إذا رام أحد الشركاء التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بهذا التنازل، وفي هذه الحالة يجوز يعني لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي، وهو المسمى حق الشفعة. فيجوز لكل شريك أن يشفع إذا ما أراد أن يبيع هذا الشريك حصته على الغير، يجوز له أن يطلب استرداد هذه الحصة، ومعنى استردادها أن يقوم هو بشرائها، الشريك يقوم بشرائها من الشريك الآخر، ويقصي هذا الأجنبي الذي أراد أن يدخل في هذه الشركة عن طريق الشفعة، تماما كالشريك مع غيره في عقار، ثم أراد أحد الشركاء بيع هذا العقار جزءه أو نصيبه بينه وبين الشريك الآخر، فيجوز للشريك هذا أن يقوم به ويشفع، بمعنى أنه يقول أنا أحق بها ويقوم يشتريها ويقصي هذا الشريك الطارئ. كذلك بالنسبة للشركة، هنا شركة ذات المسؤولية المحدودة، يجوز للشريك أن يسترد هذه الحصة، ومعنى الاسترداد هو حق الشفعة تماما. ويوجد بحث رسالة ماجستير لأحد الطلاب قبل يمكن 6 أو 7 سنوات، عنوان البحث هذا باسم استرداد الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهو مطبوع بكتاب طبعته الغرفة التجارية الصناعية بجدة. إذا مضت طبعا هناك مدة، إذا مضت 30 يوما من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد، كان لصاحب الحصة الحق في التصرف بها بشرط لا يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الشركاء، بمعنى أنه لا يتجاوز عدد الشركاء عن 50 شريكا، يعني عنده حصص كثيرة لا يقسمها بين أكثر من شريك إذا كانوا هم 50 شريكا، يعني المقصود أن لا يزيد عدد الشركاء عن الحد الذي نصت عليه المادة 57 بعد 100 وهو 50 شريكا. وإذا استعمل أحق حق الاسترداد أكثر من شريك
وكان التنازل يتعلق بجملة حصص، قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. أما إذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد بشرط ألا تتجزأ هذه الحصة في مواجهة الشركة. طبعا إذا كانت الحصة هذه طلبها أكثر من شريك، يعني أربعة خمسة من الشركاء قالوا نريد هذه الحصة، فهنا تقسم بينهم بحسب رأس مال كل شريك. طبعا هناك أمور معينة ذكرتها أو ذكرها نظام الشركات لا ندخل في تفاصيلها، وأنا أطلب العودة إليها، وهي وإن لم تكن يعني أحكام موضوعية فهي أحكام إجرائية. حق الاسترداد هذا لا يسري في حالة انتقال الحصص بالإرث أو بالوصية. طبعا هناك تعرفون مسقطات الشفعة وعوارض الشفعة، هو إذا انتقلت بغير عوض فهذا فيه إشكالية، ولكن هنا يجب على من يدعي خلاف ذلك عبء الإثبات. أربعة، حضر الاكتتاب العام، المادة 158 نصت على أنه لا يجوز لهذه الشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو لزيادته أو للحصول على قرض أو إصدار أوراق مالية، وذلك حفاظا على الاعتبار الشخصي بين الشركاء. طبعا تعرفون إذا طرحت الشركة أسهمها للاكتتاب العام جاء جمع غفير لا نعرف من سيأتي، هذه أسهم مطروحة وكل سيشتري هذه الأسهم، فحفاظا على هذا الاعتبار أو الجانب الشخصي في هذه الشركة، حفاظا على هذا الاعتبار منعت المادة 58 بعد المئة من دخول من الاكتتاب العام لهذه الشركة. الخاصية التي بعد ذلك السادسة هي اسم الشركة وعنوانها. يجوز أن يكون اسم الشركة شركة ذات المسؤولية المحدودة، أن يتكون هذا الاسم هذا اسم الشركة أن يتكون من شريك أو أكثر كما هو الشأن في شركات الأشخاص، ويجوز أن يكون هذا الاسم مشتق من غرضها كما هو الحال في شركات الأموال. فيجوز أن تقول شركة محمد عبد الله وصالح علي ذات مسؤولية محدودة، شركة عبد اللطيف خالد صالح وكذا، ممكن أن يكون من غرضها مثلا نقول شركة الأجبان المحدودة شركة كذا، فيجوز هذا وذاك. طيب هذه هي أهم خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وننتقل إلى إدارة الشركة. يقترب جهاز الإدارة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة من شركات المساهمة، إذ يدير الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم، وإلى جانبه جمعية عامة للشركاء، وإذا زاد عدد الشركاء عن 20 وجب تعيين مجلس رقابة ينوب عن الشركاء في مراقبة هذه الشركة والإشراف على أعمالها. نتكلم أولا عن مديري الشركة، فنقول يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المديرين في عقد الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غيرهم بمقابل أو بغير مقابل. ويجوز أن ينص عقد الشركة على تكوين مجلس إدارة من المديرين في حال تعددهم، ويحدد العقد طريقة العمل في هذا المجلس والأغلبية اللازمة لصدور قراراته. وتلتزم الشركة بأعمال المديرين التي تدخل في حدود سلطاتهم المشهرة بالطرق النظامية. لا يجوز عزل المديرين المعينين في عقد الشركة أو في عقد مستقل إلا لمسوغ واضح، مبرر واضح، وللمعزول في حالة وجود أضرار معينة أن يطالب بالتعويض، ويسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير. ولذلك هذه مسألة مهمة ودقيقة، بأن التعويض أو المسؤولية هنا بالنسبة للمديرين هي مسؤولية تضامنية بالمعنى الذي ذكرناه في بداية هذه الحلقات، أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام نظام الشركة أو نصوص عقد الشركة، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم. وكل شرط يعفي
هؤلاء من المسؤولية فهو شرط باطل لا عبرة به. الجمعية العامة للشركة جمعية عامة تضم جميع الشركاء، ويكون لكل شريك عدد من الأصوات بقدر عدد الحصص التي يملكها، ولم يضع نظام الشركة حدا أقصى لعدد أصوات الشريك الواحد، وينبغي حقيقة أن يوضع حد واضح في هذا الصدد. ويجوز لكل شريك أن يوكل عنه كتابة شريكا آخر من غير المديرين في حضور اجتماعات الشركاء وفي التصويت ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك. وتنعقد الجمعية العامة بدعوة من المديرين وفقا للأوضاع التي يحددها عقد الشركة، وينعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة، ويجوز دعوتها إلى الانعقاد في كل وقت بناء على طلب المديرين أو مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل. طبعا هذه أمور إجرائية وشكلية، يعني قد تكون حاجتها واضحة أو مؤكدة عندما تحصل مثل هذه الإشكاليات لهذه الشركة، لكن الذي يجب على الطالب والدارس لعلم قانون الشركات أن يكون على دراية في مثل هذه الأمور، وأن هناك مسائل قانونية ونظامية تحكم مثل هذه الإجراءات. وتختص الجمعية العامة بسلطات مماثلة لسلطات الجمعية العامة في شركة المساهمة، فهي تعين المديرين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقبي الحسابات، وتقوم أيضا بعزلهم وتصادق على الميزانيات والحسابات وتوزيع الأرباح. هذا ما يتعلق بالجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة. عندنا مجلس الرقابة، والأصل أن لكل شريك حق الرقابة والإشراف على أعمال المديرين وإبداء النصح والمشورة لهم، فإذا كان عددهم يقل عن 20 شريكا فإنه يجوز لكل منهم أن يوجه النصح للمديرين، وله أيضا أن يطلب الاطلاع على مركز الشركة وأعمالها وفحص دفاترها ووثائقها، غير أنه إذا زاد عدد الشركاء عن 20 فإن النظام يوجب النص في عقد الشركة على تعيين مجلس رقابة يتكون من 3 شركاء على الأقل للإشراف على أعمال المديرين وتقديم تقرير للشركاء. والحكمة من وراء تشكيل هذا المجلس هو اجتناب تكرار تدخل الشركاء للإشراف على أعمالها، لأنه يترتب على هذا يعني خلط الأمور وإشكالية على هذه المدير، هذا داخل وذاك خارج من هذا الشركاء وكل شريك يأتي، وإنما يكتفى بتشكيل مجلس للرقابة من هؤلاء الشركاء يقومون بالإشراف. ووجود مجلس الرقابة إذا زاد عدد الشركاء عن 20 هو أمر إلزامي في النظام، ولا يجوز للشركة أن تتنصل عن ذلك. نتكلم إن شاء الله في المحاضرة التالية عن انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشكرا للجميع.